أحسن الله إليكم. من أسئلة الأخت من ليبيا تقول: فضيلة الشيخ صالح فوزان، أيهما أفضل في لباس المرأة بين النساء؟ أن تلبس لباسا يكشف ما يباح لها كشفه بينهن كالذراعين والساقين والشعر، أم الأفضل لها أن تلبس الواسع الفضفاض الذي لا يكشف إلا عن الوجه والكفين فقط؟ نعم، تلبس اللباس المحتشم عند النساء ولا يظهر منها عند النساء إلا ما جرت العادة بكشفه للحاجة، مثل الوجه والكفين والقدمين وشعر الرأس، هذا جرت العادة بكشفه، وتحتاج المرأة إلى كشفه عند النساء. وأما كشف الساقين وكشف الذراعين فهذا لا تكشفه عند النساء، لا تكشفه عند النساء، لأنها فتنة، ولأنها تكون قدوة للنساء في التساهل في الستر. نعم.